السلام عليكم، معاكم اخوكم فيلشين وفيديو جديد من لعبة إلدن رينج. ونكمل رحلتنا عقب ما وصلنا قلعة ستون فيل وقلبنا الرئيس ماركت ذا فيل نومن. يعتبر هو اول بوس رئيسي باللعبة بالقصة يعني. وكملنا المشوار وصلنا هذه البونفاير او الجريس تشيك بوينت. هني وصلنا بالضبط رامبارت تاور. نكمل رحلتنا. هني طريقنا طبعا هذه النقطة شوية قث تعال. لأن الطيور صدق هني يعتبر من أملق الوحوش أو أملغ الأعداء. لا يلا ذبحها جو مثل ما شرحت لكم إن هم صدق مليقين. تعال بس طبعا ناخذ أغراض الريش عشان شنو نصنع منهم أشياء. طبعا هذه حق الأونلاين. تمام شغلنا حاليا بالسليم. نهيب شوي ونوفر شنو الفلاسكات مالتنا. كمل هني نشوف استكشف في ايتم يجي بغينا نموت. الاتشبي مالي نقطة. يلا زين زين انا شبه كنت محظوظ تقريبا. يلا ما علي. يلا حلو حلو حلو. يلا ما علي حصلنا صخور نضبط فيه الشغل. نكمل هني مشوارنا السقف. وايد فيها اسرار المرحلة هذه، وايد فيها اسرار، وايد فيها اشياء اوبشنال. فالواحد لما يلعبه او يوصل هني ياخذ وقته يعني حيل ياخذ وقته، لان وايد فيها اشياء. هي ايتمات، هي اوبشنال بوسز، هي سوالف. في مكان بعد هذا كنيسة. هذا كلمة. Nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something. ذكرني بيج هات لوجن في دارك سولز الجزء الأول. نفس شكله شوي. القبعة مالته. Stormvale Castle. This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly the place I'd stroll into without a purpose in mind. اختاروا الاختيار. I'm here to defeat Godric. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still, I won't forget how it felt when I first came here, to the lands between. I'm privy to a few magical battle arts. Would you care to learn one? As a fellow tarnished, once guided by grace, I'd love to help you out, if it please. هذا يعلم سحر حق الشخصيات اللي حق اللاعبين يبون يصيرون سحرة أو شيء كذي. عنده كم شغلة حلوة وتفيد. بس كذي خلصنا نكمل مشوارنا هني. بس قبل نكمل في غرفة هني أو كل في ايتمات شيء.
اوكي ما في شيء تمام كمل. هذا الفارس قوي شنو؟ نذبح الأحمر أول هذا الصغير لأن الصغير شنو؟ يموت أسرع كذي أوكي وابنا هذا هو القوي وشوي قوي وايد للأسف ما طيحوا دروعهم دروعهم ثقيلة بس قوية يبيله والله نفرمهم نذبحهم كذا مرة يطيحون أغراضهم كمل طريقنا الحين شغلنا احنا بالسليم صار لي نقدر نشكح هني والله في ايتم ليش لا والله خلنا نتسلل شغل اساسينو حلو حلو جولد بيك جولد هذا حلو هذا يخلي الاعداء يعطون زياده اوكي هذا ايتم مهم بس قبل نروح له صادني بواحدة زين هذا الصندوق كان نشوف شنو فيه ميمكس فيل هذا حلو حق البي في بي يعني مثلا اقدر استخدمه ولا مثلا استخدمه كذي خلينا نتخفى تحول اثاث على حسب المنطقة او المرحلة نتخفى من الاعداء اللي هو الاوادم البشر حلو ينفع حق البي بي بي حلو اوكي طقوني هذا ما يتبطل هذا بطل صوب ثاني اتوقع ما في مشكلة اوكي الحين نرجع حق الايتم اللي قلنا مهم طبله لان هذا الايتم اللي الحين من طبله اللي هو هني بس قبل كل شيء خلنا نهيل لان انتم كرامة جلاب يقصون شوي كذي قلت يقصون كذي قلت شنو؟ كي ايتم مثل ما تشوفون هذا نعطيه منو نعطيه البنت اللي لابسه احمر لقيناها هني هذه
هارت بروكن ميدن هني اللي فيها موجودة في ستروم هيل شاك، نعطيها الايتم هذا. هذا مو مليق وقثيث، هذا انا افضل ما اير الحين، انا بس او اروح عند بونفاير قريبة او كريسة بشكل الاقل ليفل، لان عندنا 6000 وشوي هذا فيها ليفل، انا ما ابي اموت يذبحنا هذا بالشباب بعدين اتحسف لان قوي مهيب صراحة. بطلنا اختصار، تمام اختصار حلو بصراحة. نلفل وش نلفل؟ نلفل الفيث. فيث، يلا فيث. حاليا النية فيث وسترين، هذا النية المطلوبة الحين، بس ما يدرى يمكن اغير بعدين. خلني اشكها هني، اعتماد نلقر نشوف اللي علينا واللي لنا واللي علينا. احنا صعدنا من هنا، الحين نرجع بطلنا اختصار هذا ونرجع، نرجع بس الحين اقدر اريح حتى لو يذبحني ما في مشكلة. صرفت الاكس بي اللي عندي، الامور تمام التمام. اوه مشكلته بعد مو هي، لازم استخدم هذا، لازم يطلع كل قوتي يعني. انا اعتبره بوس بصراحة. نحن لها بابا. والله صاد بس ماشي، صار ماشي صار. بابا بابا هيل 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 حش والله قوي والله. بوس بوس اخر طاقة بابا رحيم كده هذا ويعطي لي 1100 بس. الله ما يسوى. هايلاند اكس نشوف زين. على طاري الفيث، هذا بعد من اسلحة الفيث الحلوة، يسوي بليد وغوي، فممكن والله نحول عليه ممكن بما ان انا فيث. بس هذا مشكلته انه مو ستريت، مشكلته ديكست وفيث، فمعناته ما راح ازيد هذا. لا خلنا على الوبن الحين، السلاح اللي عندنا الحين، وفي سلاح بعدين ببالي راح اخذه. هذا شلونه؟ لا بأس فيه والله، لا بأس فيه. هذا خوش لوحة، خوش صورة، غرفتي الجيمينج حاط الصورة هذه بالضبط عندي اياها. في ظلمة، ظلام دامس. أرجع لكم الشباب. أخلص كل آيتماتي بالشباب. بس كل هذا عشان. أوكي.
اوكي خلنا نرجع نحوس زيادة في اشياء اكيد طافتنا. exalted flesh هذا حلو، هذا يزيد ال strength او الاتاك، يفيد حق مثلا اوسار في البوس. المكان اللي رجعنا له اللي خذينا فيه الصندوق. تمام كذي وضعنا بالسليم. تمام الحين طريقنا عيل نطلع برا. كان بس هم لا لحظة احتياطا كنا في غرفة طافتنا. ايوه هذا غرفة طافتنا مثل ما توقعت، غرفة ضباب بعد. حلو سمبر. سمبر هي صخرة تطوير بس حق اسلحة يعني خاصة شوي. تمام الحين هذا بطلناه اختصار. تمام Iron with blade. اوكي هذا حلو، هذه سوالف تفيدنا حق ال ashes. مع ashes hot crystal shield. نشوف الدرع افضل ما اتوقع بس خلينا نشوف. لا سيء جدا سيء بس يلا مو هم نبطلهم. تمام هذا سلاح خلينا نشوف شو نوعيته. لا والله ستي شنو فيه؟ شي يعطيه ويعطيه كوكستر شبه مو من فايدة. بس عموما هذا المكان زين ان بطلنا اختصار. بطلنا اختصار حلو. اختصار نقول يعني ايتمات او شيء كذي. خلصنا من الغرفة هذي ماكو شيء. تمام كذي خلصنا. الحين نرجع رامون دامس. اوكي هني طبعنا اللي خذينا كنا الايتم المهم. هني الصصير اللي يرجعنا البونفاير واللي يكون قلنا اختصار. طبعا هناك وين طريقنا؟ طريقنا هناك عند اللوحة ونلف يسار يمين طريق الردة يسار طريقنا. صار فيني فضول خلني اقرا الرسالة شو حاط. No fingers ahead. تمام هني دربنا اي مكان خطر شوي. في جيش ايش كثرهم شعب كلهم ضدنا. وين نروح؟ نروح يسار هني نخش في بونفاير. خاب ظني كنا في فيران بعد. فيران مو مشكلة. ما عليه معلش تموت. شوف عندنا هني ولا حسافه ما عندنا. يلا ما عليه ما عليه نشتري بعدين نشتري. هذا مكان مهم بطل اختصار حق شغله مهمه بعدين. واصلين لهني هذول. تعال نايم شوي لان في شعب كثر ما لنا خلق. خلبتهم بينهم بسرعة لأن شنو في بونفاير يعني في
كريس نوعها هذي تعال هذي لوحة مهمة شنو قصة اللوحات في إلدن رينج راح كذي نلقى بالعالم لوحات اللوحات هذي يورونا يعني لقطة أو مكان بالعالم إذا كشفناه في آيتم أو في شغلة حلوة هناك تكون هذه فائدة اللوحات طبعا وين نلقى الآيتم عقب ما ناخذ اللوحة هني بالكي آيتم أو مو الكي آيتم هني عفوا أوبا لحظة 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 هذا بالشباب صادق خلصنا هذا المحمول أوبا لحظة 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 يا عزيزي لحظة يا طيب يا مو علينا زين يمح ربك لحظة شوي ما خلنا حتى أكمل جملتي لحظة أيوة خل هذا بس مت رحنا في أدري لا ورا ما مت حي كاهي مو فاير أشوى أوبا لحق يا ما تلحق لحق ما تلحق بس أوكي الحين أموت ما أدري الحين ما أدري إيش كذا راح أموت بشرف تعال تعال ما قاعد نكسح تعال ما في اتشوي اصلا هلث ما في يا الله هذا الحين كذي اتصيد عليه ما عندي مشكلة. المهم شنو؟ بطلنا القريس هذه أو البونفاير. بس تمام. أوكي. المهم نكمل حوارنا اللي كنا قاعد نسولف فيه عن اللوحات. وين نلقى اللوحات اللي مثلا كشفناها؟ هني كاي هذه اول لوحة اسمها بروفيسي بينتينج نضغط اكس من خلال القراءة يعني يشرحون انه وين ممكن تلقاها طبعا بطريقة غير مباشرة ما مو اشكره راح يقولون والله تلقاها بالمكان فلاني لا يعطون ناقزة انه والله كذا 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 يم كذي ونبحث بالعالم وكذي خلط الاختصار هذا اتوقع هم اختصار خلينا نشوف وين نودي الاختصار هذا شو انك شفنا المكان هذا فاجئونا دخلوا علينا عكروا السالفه والله مو بس الحين شوف هذا وين اوبا العود ايه كيف تعرف تعرف كراكت بوت نصرع منهم شنو قنابل او امور هذه حلو قنبله ثانيه
خلصنا يعني مو شرط ان نحاول نقرا هذا بعد ايتم اوكي حلو اشوفه هذول نفس كريستال ليزرد ايام دارك سولز يختفون وجاي في ايتم فوق طرفنا خلونا ناخذه حلو حلو كريس جديد ممتاز جوي وجوائي جوي وشنو اجوائي حلو هني طريق البوس مع المرحلة بس احنا ما راح نروح لين بعد في وايد أمور ما اكتشفناها ما اكتشفنا كل شيء بعد شنو نسوي نخبص كمل مشوارنا اللي في ايتم يلا ليش لا كمل هني هذا مات الاونلاين استخدم هذا عشان شنو احمي نفسنا شوي لان هني لقطه غثيثة وصعبه في واحد ثاني اذا ما خبرني تعال اوكي اوكي طيب احنا هذا يعني غثون والله غثون والله غثون حيل يلا تفضل اذبحني والله الطيور اصعب وحوش باللعبه المفروض اهيل بالهيل بس ما في الارجنتين ما في مشكله امور طيبه ان شاء الله حلو شغله ذهبيه جولدن سيد حلو عشان نزيد عدد الفلاسكات هني الطريق اللي مساعة يناله بس هالمرة ينا من الصوب الثاني Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. محاربة Who do we have here? Tarnished, are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu. Tarnished and warrior, like you. I'm here by How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. طبعا سوي القاعدة اللي قبل خبرتكم فيها. أي شخصية نلقاها اللعبة هذه نقعد نسولف معاها لما يبلشون يكررون الكلام لازم الشيء Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. حلو. Apologies, but I've بس قام تكرر كلام معناته مو طيبة. طيب.
شوي خلصنا من هنا. ودي اخذ ثاري من هذا. هذا اللي ابي انا، ابي يذبح صاحبه الحين. انا عليك بروح نصبه صح؟ تعال تعال ذبحتني. ما كنت انا مستعد مرة مستعد انت. انا تعال جي جي. نكمل. طبعا هذول فيهم سر، لازم نخلي وحوش كبيرة او اعداء كبار يطقون المكان هذا، راح يطلع يطيح لنا صخور، صخور اللي نقدر عاد نقوي فيها اسلحتنا. بعدين راح نسوي ان شاء الله مو الحين هذا، بس قبل كل شيء في ايتم. في ايتم ايوه. اوبا وين طلعني هذا؟ وودن جريتشيلد خل نشوف. هم سيء بالنسبة حق الدرع اللي أنا ماخذه أو اللي قاعد استخدمه، سيء. نادوا ربنا. لفل ناخذ لنا عشان شنو؟ يمدينا لفل الحياة. اتوقع احتاج 7000 عشان انزل. ف قاعد اسوي مو غلط يعني ان شاء الله. نقط بعد عثمان مهم يعني. تعال يا خسيس. يعني نريح شلون. خلنا نرجع نحفظ مكان احنا هني الحين حاليا left side chamber. خلنا نرجع القاعدة مالتنا table of roses. نرجع هني عشان شنو؟ نضبط الوزارة مالتنا، وزارة والإدارة رتب الأمور. You haven't gone to seek a rank yet, have you? Well, no rush.
You do as you please. Oh, صار هني معانا. Just as long as he doesn't starve to death, eh? Go to Goranko only if you feel the time is right. Killing those who live in death and weeding their death root is a path not to be trod without ample resolve. حين توقع يبيعون ذا الصخور ستون كي إذا ما خاب ظني توقع ما عندنا جواز أي وقع أشتري واحد بس خلنا نستخدم هذول عندنا وايد إيش لا ما أدري إذا نقدر تمام واحد الله ليش لا هذا بعد ايتم مهم حق الاونلاين تمام هذا شو يسوي الايتم هذا بالضبط خلني اشرح عليه تمام حق الاونلاين اذا استخدمته واحد من اللاعبين اللي بالسيرفر او اللي بالعالم يعني دش عليه انفيدر اللي بيذبحه ينادوني السيرفر يناديني اروح انا اقعد اساعده هذه شغله حلوه حيل بصراحه الحين نبيع شغلنا السر في شغلات انا مثلا ما احتاجها شغلات مثلا تابعه قبل الله نقدر والله نقدر حتى الدرع نقدر خل نقوي الدرع ليش لا ايش كذا ما عندي خل نبيع ليش لا في شغلات بصراحة ما لها داعي يعني لا ليش لو ياد كذا تبح لنا كم واحد هني أطرح الباب اللي كان ما نقدر نبطله باب الاختصار أتوقع الحين أقدر أبطله مهني لا مكان غلط نرجع بس خلنا نتذكر وين مكانها تعال تذكر القلعة فيها وايد أماكن بصراحة جني تذكرت جنة عند الطيور راح اموت اذا سكبت فيها لان مليغين حيل بصراحه هذا هني مكاننا ولا لا مو هني هي ردينا انا بحاول ابطل اختصار في ايتم طافي هني حلو صدق الوضع بطل شبت
أشوف يمكن هني بالشباب الاختصار اللي اللي ما قدرنا نطلع هني لوحة هني شنو اللوحة هني ردينا المكان اللي فيه فيران أوكي ايوه هذا هو المكان هذا هو المكان تمام السبب ان انحشت من طيور لان مليغين صراحة ممكن اذبحهم بس انا شنو اصرف كل الهيلز في النهاية ما يعطوه شيء مميز يعني عموما هني المكان هذا مهم حيل فلازم بطلع اختصار بس الوقت صناديق واشياء تحولها God Skin Prayer Book هذا يعلمنا اشياء abilities وسبلات God Slayer Seal هذا هم حق النظام اذا بسوي يستخدم الفيث ما الفيث كل الايتمات نبيله طبه نبيله فوق من فوق بس مو مشكلة مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة في ايتم هني بعد هناخذه اوف ذبحني ذبحني والله ما في مشكلة ما في مشكلة اوريدي هذا المكان اصلا يعني يعتبر صعب شوي والفكرة انه نبطله بنفس الوقت يعني نجمع سورس ما عليه نرجع من حاشرين ونتفادى هذول فداهم ما عليه خليه يصفرون خليه ينادون خليه اللي كم قربنا هني خلنا ناخذ الاكس بي مالتنا الف وشوي حلوه بصراحه كمل دربنا هني تعال تعال امورنا بالسليم للحين امورنا شنو بالسليم سحبهم واحد واحد تعال هيل
ناخذ شغل في شيء يعني. هني لقطة صعبة بصراحة لأنه وايد حيل وايد. ما أقصد أنا كذي يعني بس بخالف. ليش 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 ما قد دي واضحة. اوكي حلو باقي دول ثلاثة. لقطه صعبه لازم اركض عشان هذا الشيء. لقطه وايد صعبه. خلي ارجع لان هني ردينا مكان هذول اللي زحمة. فمكاننا لهني لازم. نركض نركض. لهني طريقنا. راح بطل اختصار قوي جدا. هذا الاختصار. بس خل قبل ما الاختصار في هني بوفاير. خلنا نستريح فيها. هذه أمورنا شنو بالسليم. هذه بطل بوابة. هني كذي بطلنا بوابة رئيسية. أول بوابة هني. بداية القصر. هني. وين؟ هني. اللي هي مين جيت هني. فاحنا هذا بطلنا اختصار عشان يبطل البوابة الرئيسية. تمام كذي هذا مكاننا حاليا جيت سايد تشامبر. الحين نرجع وين؟ نرجع تيبل اوف لوست جريس. الحين عندنا كفاية عندنا 3000 وشوي نطور فيها اسلحة. نطور الدرع مالنا. الدرع مالنا راح يطول. تمام سلاح عشان شنو ادمج اكثر. واجي تمام كذي احنا طورنا شغلنا. طق مالنا افضل صار وشغلنا صار بالسليم. سوينا اشياء حلوة اليوم يعني كملنا وغامرنا بالقلعة ستون فيل. اكتشفنا اختصارات اكتشفنا وايد اشياء ولقطنا ايتمات قوينا اسلحتنا
وهني هنا نختم فيديونا بالدرينج، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم بالمستقبل القريب إن شاء الله. مع السلامة.